أشواط الصعاب، أشواط التسعيرة، انطلاقة موفقة، انطلاقة سليمة. أتمنى التوفيق والنجاح لجميع المشتركين في هذا اليوم الطيب، في هذا الحضور السامي من سيدي سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد إمارة دبي. مرحبا أبو راشد، مرحبا، مرحبا أبو راشد في هذا اليوم مع هذه الانطلاقة، انطلاقة الصعوب على ميدان دستور. مباشرة نسير، نسير مع مقدمة هذا الشوط، ناصية على المقدمة للسيد هزاع بن مصبح بن سالم الغيلاني. وفي المركز الثاني نشوف اللي في المركز الثاني في هذه اللحظات، نرى اللي في المركز الثاني، نشوف اللي في المركز الثاني. مشهر، مشهر للسيد نهيان بن مبارك بن محمد بن هدفه العامري. وفي المركز الثالث، المركز الثالث شاهين للسيد محمد بن راشد بن تريس الظاهري. وفي المركز الرابع، المركز الرابع نشوف للسيد احمد بن مهير بن سعيد بالصايق المزروعي. وفي المركز الخامس، المركز الخامس شاهين للسيد احمد بن سعيد بن غانم بن يريو المنصوري. وفي المركز السادس اللبيب للسيد محمد بن سهيل بن خيرات العامري. وفي المركز السابع، المركز السابع حملول للسيد سلطان بن عامر بن سعيد العويسي. وفي المركز الثامن، المركز الثامن حملول للسيد محمد بن عبد الله بن علي بن محمد بوهليبه. وفي المركز التاسع، المركز التاسع ناصي للسيد بدر بن حميد بن محمد بن سالم الزرعي. وفي المركز العاشر الأسد للسيد حمد بن سليمان بن سالم الوهيبي. هذه النتيجة، هذه النتيجة. ونرجع إلى المقدمة نشوف ونرى، نرى التغيير طرى وجرى على مقدمة هذا الشوط. مشهر، مشهر شهر نفسه على مقدمة هذا الشوط للسيد نهيان بن مبارك بن محمد بن هدفة العامري. وفي المركز الثاني ناصي للسيد هزاع بن صبيح بن سالم الغيلاني. وفي المركز الثالث اللبيب قادم، اللبيب قادم يتسلل من مركز إلى المركز، من المركز الثالث إلى الثاني إلى الأول. اللبيب للسيد محمد بن سهيل بن خيرات العامري ينتقل إلى مقدمة هذا الشوط. وفي المركز الثاني شاهين للسيد أحمد بن سعيد بن غانم بن يريو المنصوري. وفي المركز الثالث من الجانب الثاني يتسلل إلى المركز الثاني. يا سلام، يا سلام على هذا الأداء للسيد سعيد بن سلطان بن عبيد بن خادم الأخيلي اللي على المركز الثاني. وفي المركز الرابع، المركز الرابع ناصي للسيد بدر بن حميد بن محمد بن سالم الزرعي. نرجع إلى المقدمة، نرجع إلى لبيب، لبيب على المقدمة. المحاولة، المحاولة على لبيب. نشوف وناخذ. لبيب، لبيب، لبيب على المقدمة. بن خيرات والخيلي يتنافسون مع هذا الشوط، مع شوط الجعدان. لبيب، لبيب لا زال على المقدمة. لبيب بدأ ينفرد، لبيب على مقدمة هذا الشوط للسيد محمد بن سهيل بن خيرات العامري. واعتقد أن من سلالة شرطة البعير المملوك للسيد سهيل بن خيرات العامري. هذه سلالته، ها هو لبيب ينتزع المركز الأول. سلام يا أهل الوقن، سلام، سلام يا أهل المصانع الجنوبية، سلام. تهانينا للسيد محمد بن سهيل بن خيرات العامري. المركز الثاني للسيد سعيد بن سلطان بن عبيد بن خادم الخيالي. وفي المركز الثالث، المركز الثالث الذي وصل في المركز الثالث مستحيل للسيد سالم بن محمد بن سعيد العامري. وفي المركز الرابع، بقية المراكز نترك لأعضاء خط النهاية. شاهدت ويانا أيها الحفل الكريم، مشاهدينا الكرام، شاهدت المنافسة، لكن لبيب كان مع الموعد ينتزع المركز الأول بكل جدارة وبكل فوز وبكل افتخار. أسم على مسمى لبيب من سلالة شرطة المملوك للسيد سهيل بن خيرات العامري. سلام يا أهل المصانع الجنوبية، سلام. التوقيت الزمني 4 دقائق
دقائق 40 ثانية، 9 أجزاء من الثانية. تهانينا للسيد محمد بن سهيل بن خيرات العامري، والذي وصل في المركز الثاني وكان منافس لبيب على المركز الأول. 4 دقائق 42 ثانية بالوفاء والتمام. أرتغل وصل في المركز الثاني. أرتغل بس نحن يوم الإذاعة ما رمنا نقول أرتغل، خفنا نغلط فيه، لكن اسمه أرتغل الذي وصل في المركز الثاني. تهانينا للسيد سعيد بن سلطان بن عبيد بن خادم الخيلي، والذي وصل في المركز الثالث. الذي وصل في المركز الثالث مستحيل. 4 دقائق 45 ثانية، 4 أجزاء من الثانية. تهانينا للسيد سالم بن محمد بن سعيد بن لوتية العامري، والذي وصل في المركز الرابع. شاهين للسيد أحمد بن سعيد بن غانم بن يريو المنصوري، الذي وصل في المركز الرابع والمركز الخامس. وبقية المراكز نترك الأعضاء خط النهاية. تهانينا للجميع على هذا الأداء المتميز في هذا اليوم مع هذا المركز، مركز الصعوب والتسعيرة تهجن العاصفة. تهانينا للجميع والناموس.